نبتدي جولتنا الإخبارية بخبر إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء اليوناني على الفوز الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يونيو الماضي، وأكدت نتائجها ثقة الناخب اليوناني في شخص وسياسات رئيس الوزراء. كما أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص. دكتور بشير، خلينا نتكلم على مصر واليونان، دولتين نعتبر جارتين، تعاون يعني وثيق في مجالات اقتصادية عدة، تعاون وثيق في مجالات سياسية أخرى، ويظهر هذا التعاون في اللقاءات والاتصالات المتبادلة ما بين الرئيس ورئيس الوزراء اليوناني. كيف ترى هذه العلاقات والعمل على الوحدة أكثر بين دول البحر المتوسط، خاصة ما نتعرض له هذه الأيام؟ خلينا نشير في البداية إلى أن العلاقات المصرية اليونانية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ. يعني مصر واليونان منذ ما قبل التاريخ وهناك علاقات وثيقة، وبالمناسبة كانت العلاقات على أكثر من مستوى، مش بس علاقات عسكرية أو اقتصادية، وإنما كانت علاقات ثقافية. نعم. كان حتى تعاون في مجال الفنون ما بين الدولتين. ظلت العلاقات ممتدة، ويحسب لليونان أنه أثناء تأميم قناة السويس عام 1956 كل البحارة اللي كانوا بيديروا قناة السويس من جنسيات بريطانيا وفرنسا وغيرها انسحبوا من القناة، وبقي اليونانيون لتعليم البحارة المصريين إدارة القناة، ونجحوا بالفعل. إسهام اليونانيين في الفنون المصرية، في السينما على سبيل المثال، في المسرح، في صناعة السينما، في الإنتاج، في الإخراج، في الفن المصري بكل ألوانه، هناك إسهام واضح. الجالية اليونانية لحد النهاردة موجودة بشكل قوي في اسكندرية تحديدا، في اسكندرية، عندنا في المنصورة، عندنا النادي اليوناني كمان في المنصورة، كمان في نادي يوناني، نادي يوناني على البحر، كنا دايما نروح الحقيقة. فاليونانيين لهم حضور أساسي في مصر. الرئيس السيسي عمل إنجاز من ضمن إنجازات متعددة للرئيس في السياسة الخارجية، إعادة اكتشاف البعد المتوسطي في السياسة الخارجية المصرية. نعم. يعني برغم أنه البحر المتوسط، مصر دولة متوسطية، إلا أنه كنا بنهتم جدا بالعلاقة مع أمريكا، كنا بنهتم جدا بالعلاقة مع الشرق، مع أفريقيا، لكن كان الجانب المتوسطي مهمل في 30 سنة الأخيرة. الرئيس السيسي أعاد تسليط الضوء على البعد المتوسطي من خلال الاقتصاد الأزرق، إزاي نستفيد من البحر المتوسط، سواء في الملاحة، سواء في أعمال الصيد، البحث عن الثروات، الغاز، النفط. وكان لليونان وقبرص نصيب مهم في هذا المضمار. قمنا بترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، اكتشفنا أبار للغاز وللنفط، تعاون حتى وصل إلى المستوى الأمني والعسكري. النهاردة في مناورات عسكرية مشتركة تتم بشكل دوري بين مصر وقبرص واليونان، هناك تنسيق في مجال محاربة الإرهاب. اليونان وقبرص دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بيلعبوا دور محوري في توضيح وجهة النظر المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا البعد أصبح مفيدا للغاية. النهارده في ربط كهربائي ما بين مصر والاتحاد الاوروبي عن طريق اليونان. النهارده مصر بتزود الاتحاد الاوروبي بالغاز بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه وبحث الاوروبيين عن بدائل الغاز الروسي. اليونان وقبرص هي المعبر، نحن نحصل على غاز قبرص، نقوم بتسييله في مصر في إدكو ودمياط، ثم نقوم بإعادة تصديره مجددا إلى أوروبا. وبالتالي البعد المتوسطي في السياسة الخارجية المصرية يعني أدى إلى إحداث نقلة نوعية في هذه السياسة، وتحقيق مصالح اقتصادية وأمنية واستراتيجية مهمة للدولة المصرية. طب خليني برضو أجي على جانب آخر في هذا الخبر، ألا وهي يعني هناك خلافات ما بين اليونان وقبرص وتركيا. نعم. لكن مصر قدرت انها تكون يعني خليني اقول وسيط او رمانة ميزان ما بين الخلافات. يعني احنا الحمد لله دلوقتي ما عندناش اي خلافات مع تركيا، بالعكس خلاص ابتدينا تطبيع تام وتبادل السفراء، وبقوا موجودين في علاقات قوية مع اليونان وقبرص، وما زال الخلاف موجود ما بين الاثنين يعني حتى، لكن مصر قدرت انها تعمل هذا التوازن ازاي؟
أنا سعيد إن حضرتك في البداية قلت إن مصر ما عندهاش مشاكل مع الأطراف الثلاثة. نعم. يعني إحنا علاقتنا بقبرص ممتازة، علاقتنا باليونان ممتازة، الآن علاقتنا بتركيا جيدة جدا، وهناك تطبيع تام في العلاقات، قبل أيام تم تبادل السفراء. في زيارة مرتقبة. وزيارة مرتقبة. نعم. للرئيس السيسي إلى تركيا. نعم. طبعا مصر بما إنها دولة محورية في إقليم شرق المتوسط بتحاول تقريب وجهات النظر ما بين تركيا وبين قبرص واليونان، وبالمناسبة من بين الأسباب والدوافع التي حركت رغبة تركيا في التطبيع مع مصر كان تطلع تركيا لقيام مصر بدور في الوساطة لحلحلة الصراعات والأزمات ما بين تركيا وكل من قبرص واليونان، وهذه الصراعات مركبة داخل فيها أبعاد دينية سياسية استراتيجية اقتصادية. أول حاجة هناك رغبة في ترسيم الحدود البحرية لتركيا في شرق المتوسط والتوافق مع قبرص واليونان، تقاسم ثروات شرق المتوسط. مصر ما عندهاش مشكلة، حدودها مترسمة، ما لناش نقاط تماثل مع تركيا ولا مع قبرص ومع اليونان، وبالتالي أنت وسيط نزيه، لا تنحاز لأي طرف، ليس لديك مشاكل مع أي طرف، وبالتالي الكل يراهن عليك في هذا المضمار. ايضا تركيا تتطلع انها تنضم لمنظمه غاز شرق المتوسط اللي فيها قبرص واليونان ومصر، حتى تستطيع ان تحظى بدور محوري في امن الطاقه العالمي وامن الطاقه الاوروبي. لذلك يتطلع كل من مصر وتركيا وقبرص واليونان الى مصر من اجل المساعده في تسويه الازمات والقضايا العالقه ما بين تركيا من جهه وقبرص واليونان من جهه اخرى، واعتقد ان مصر قادره على القيام بهذا الدور لما تحظى به من علاقات وثيقه وثقه متناهيه يتمتع بها الجانب المصري لدى كل الأطراف المتنازعة.